السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة صوت إسطنبول. هل تعلمون ما حدث؟ قلبت غزة كل المعادلات والنظريات والتحليلات والمخططات. بدأت معركة الوعي والبحث عن الذات بدءا من تاريخ إعلام البلدان التي ترفرف، متى بدأت ومن وضعها، وتوسعت مدارك الناس لعقود إلى مئات بل وآلاف السنين. من أتى إلى هذه الأرض من قبل؟ بدأت كل الدول تضع خططا، وكأن حدث غزة صفر العالم. غزة لم تعد البوصلة إلى وجهتها فقط، بل حولت مجرى التاريخ من الأرض إلى السماء. وفي ظل دراسة العالم عن سبب صمود غزة ومقاومتها وشعبها، وبما أن العالم أرضي نسوا أن غزة سماوية. غزة تستمد قوتها من السماء، ولكن التوصيف الدقيق للعالم الذي يشاهد ما يجري ولكن التوصيف الدقيق أن غزة عرت حتى النخاع كل النظريات والحجج والأكذوبات والأطروحات التي خدرت بها الشعوب وضحك بها على الناس. والسلام على أعظم رجال عرفهم تاريخنا الحديث.